متوقف. أول هدف سجل في مسابقة كأس دولتين. 15 دقيقة. سلامات فهد. لاعب كبير فهد. ونقول لجميع لعبتنا سلامات إن شاء الله. يدخل محسن الجمعان في. هذا الإعاقة النصر سيلز مجاني لعبها الفريفي في خطأ حتى المباراة سدعي الفريفي طاقة صفراء على الفريفي يعني اتمنى ان شاء الله واقف هذه الإعادة اللي ايضا راح يقوم بالسلامة النيجيري الى الهريفي وخطأ للهريفي على التيماوي خطأ لفهد الهريفي هذا فهد الهريفي لاعب وسط النصر ايضا بيتقدم للهجوم بذكاء الهريفي في الوسط فهد الهريفي بمر ومكتوعة وخطأ على فيصل خطأ على فيصل يوف إعاقة للهريفي منتصف او عرض كرة اللعب وسط الملعب ريفي اصطفى لكن تنقطع وفي خطأ في وسط الملعب في الدائرة خطأ لصالح النصر وهذا اسميجاني قريب من الكرة وهذه الإعادة لما اوقع كأس دوري خالد الحرمين الشريفين حمد الله اللعب وفي طفرة وخطأ على تركي سويلح الريفي وخطأ جميع الأخطاء القريبة من منطقة جزاء الهلال خطرة لوجود محاولة لامتصاص عين حماس عين الهلالي بخطأ على محمد لوط بخطأ على محمد لوط لصالح الريفي يواظب معاك